بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، القرآن كتاب حي، في كل مناسبة تمر بك في حياتك لابد أن تجد آية تعبر عن هذا الأمر. اليوم انتشرت ظاهرة الكذب التي أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام عنها عندما قال ربط علامات الساعة أو أمارات الساعة بالكذب، قال ويكثر الكذب أو لا تقوم الساعة حتى يكثر الكذب. واليوم بالفعل معظم الناس يكذبون ولا نراعي هذه القضية. هناك آية في القرآن أنا دائما أتذكرها، يعني أحيانا الإنسان توسوس له نفسه أن يكذب في موقف ما، فسبحان الله كلما تذكرت هذه الآية أتراجع. يعني أنا أحببت أن أفيدك أخي الحبيب، عسى أن تنتفع بهذه الآية الكريمة من سورة الزمر، ولكن يجب أن تحفظها. لا يكفي أن تستمع ثم تنتقل لفيديو آخر وتمر ولا تستفيد شيئا، لا، أنا أريدك أن تحفظ هذه الآية الآن وتكررها وتتذكرها في أي موقف تجد نفسك أنك مضطر للكذب. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ترى الذين كذبوا على الله، ويوم ترى الذين كذبوا على الله. هنا لماذا قال الله ويوم ترى الذين كذبوا على الله، لم يقل ويوم ترى الذين كذبوا بالمطلق؟ لأنه أخذك إلى أسوأ أنواع الكذب، وهو أن تكذب على الله سبحانه وتعالى. ثق تماما أخي الحبيب في تجارتك، عندما تقول لشخص دون أن تقسم هذه البضاعة جيدة، تعطيه مواصفة خاطئة لترفع الثمن، هذا كذب على الله. لماذا؟ هو كذب على الناس أولا، وتكذب على نفسك، وتكذب على الله. لماذا هو كذب على الله؟ لأن الله يراك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن لا يكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يا لطيف، يعني شيء مرعب. فأنت عندما تهمل كل هذا الأمر وتعلم أن الله يراك ثم تكذب، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى، وكذب على الناس، وكذب على نفسك. أنت تكذب على نفسك لأنك تعلم أنك كاذب. فهذه الآية ويوم ترى الذين كذبوا على الله، ماذا يوم القيامة؟ ما هو حالهم يوم القيامة أخي الحبيب؟ تجد أناس وجوههم بيضاء، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه. المؤمن تجد وجهه أبيض، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. هذا الأمر يجعلني أتفاءل برحمة الله يوم القيامة. أحرص على الصدق، لأن الله أمرني بالصدق، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب ما مصير من يكذب؟ انظر أخي الحبيب، ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجهه أسود والعياذ بالله. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ سبحان الله، هناك علاقة بين الكذب وبين التكبر. لأن الإنسان عندما يتواضع لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله، وعندما يشعر بمراقبة الله له
مستحيل أن يكذب، لأن الكذب ضد التواضع. المتكبر يكذب، الذي استكبر عن أمر الله. اليوم دعونا نتكلم بدون مجاملات، يعني عندما يقول لك الله يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ويقول لك بصيغة مفرد خطاب شخصي لك أقم الصلاة، هذا أمر من الله، ثم لا تأبه لهذا الأمر، هذا استكبار، تماما مثل إبليس عندما أمره الله بالسجود، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب، عندما لم يلتزم إبليس بهذا الأمر ماذا قال الله عنه في آية أخرى؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن عدم تنفيذ أمر الله هو نوع من الاستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر، وكذلك كل أوامر القرآن. فالله عز وجل قال لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. في آية أخرى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قول يسد مكانه محكم. وفي آية ثالثة قال ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذن أنت عندما تصدق أنت تصدق مع الله، وعندما تكذب أنت تكذب على الله، وعندما تعطي أنت تعطي لله. لم يقل من ذا الذي يقرض الفقير أو المحتاج أو المضطر قرضا حسنا، لا، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذه المعاني أخي الحبيب يجب أن تضعها في قلبك أولا وفي عقلك، أن أي أمر لا تنفذه من أوامر الله هذا استكبار بصراحة لذلك هنا في سورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يعني أسوأ أنواع التكذيب عندما يأتيك أمر من الله لا تطبقه، تكذيب كأنك تكذب وتستكبر. إن الذين كذبوا بآياتنا، هذه الآية تخاطبنا أخي الحبيب، هذه لا تخاطب أناس من عوالم أخرى، هذه الآية تخاطب كل من سمع أمرا إلهيا ولم يلتزم به أعرض عنه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما مصيرهم؟ كل من سمع نداء الصلاة الله يقول له حي على الصلاة ولم يجب، هذا نوع من التكذيب أولا والاستكبار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب الجنة، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي من الكافرين، لا المتكبرين، لا وكذلك نجزي المجرمين. والعياذ بالله، اعتبر الله أن جريمة عدم تنفيذ أمر الله جريمة، مجرم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. اقرأوا أيها الأحبة، الموت أمامكم، يعني كلنا سنواجه الموت، كلنا سنقف فردا بين يدي الله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذلك أخي الحبيب، كلما دعتك نفسك للكذب تذكر هذه الآية ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة.
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ انظر تربط بين الكذب والتكبر دائما، يعني الكذب هو بوابة التكبر، الكذب افتح التكبر على عكس التواضع. فإذا هذه الآية صحيح أنها تحذر من الكذب على الله الذي هو أخطر أنواع الكذب، أن تعطي فتوى كاذبة تقول الله يقول هذا، أن تعطي فتوى تحل فيها الربا والعياذ بالله، هذا أخطر أنواع الكذب على الله سبحانه وتعالى. ولكن بالنتيجة لو حللنا كل أنواع الكذب نجدها هي بالنتيجة كذب على الله، لأن الله يراك والله نهاك عن الكذب. فعندما تكذب إذن أنت كذبت على الله، استكبرت عن تطبيق أمر الله، يوم القيامة وجهك أسود والعياذ بالله. طيب لماذا أنا أضع نفسي في هذا المصير؟ نحن اليوم نتجنب أي شر مهما كان قليلا نتجنبه، طيب لماذا نضع أنفسنا في هذا المصير المظلم المرعب الأسود؟ نختم بالآية الكريمة، رجاء أن تحفظوها أحبتي في الله. ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.